الحمد حمدت خصاله السنية ابن هاشم واسمه عمر بن عبد مناف واسمه المغيرة الذي انتقى الارتقاء لأولياء ابن قصي واسمه مجمع سمي بقصي لتقاسي في بلاد قضاعة القسية إلى أن أعاده الله تعالى إلى الحرم المحترم فحماه ابن كلاب واسمه حكيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر واسمه قريش وما فوقه كناني كما جنح إليه الكثير وارض الله ابن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس وهو أول من أهدى البدن إلى الرحاب الحرمية وسمع في صلب النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى ولبى ابن مضر بن نزار بن معد بن عدنان وهذا سرق النظم صوائده بنان سنة السنية ورفعوه إلى الخليل إبراهيم أمسك عنه الشارع وأبى وعدنان بلا ريب عدد بالعلوم النسبية إلى الذبيح إسماعيل نسبته ومؤتمان فأعذب به من إكن تعلقت كواكبه الدرية وكيف لا وسيد الأكرم صلى الله عليه وسلم واكرم به من نسف طهره الله تعالى من شفاء الجاهلية أورد الزين العراقي وارده في مورد الهني وراه حفظ الإله كرامة لمحمد آباءه الأمجاد صونا لاسمه تركوا السفاح فلم يسفهم عار من آدم وإلى أبيه وأمه صراط وبدر بدره في جبينه
Salam.
كي بي نشعد وعد
Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Bismillahirrahmanirrahim.